بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم مدينه وتاريخ موضوع حلقتنا لهذا اليوم تطور مراحل السكن في الموصل ومنطقتها عبر العصور القديمه يسرنا في هذا اللقاء ان نستضيف استاذنا الكريم استاذنا الكبير العلامه الدكتور احمد قاسم الجمعه استاذ الاثار الاسلاميه فاهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم في هذا اللقاء املين ان نوفق في مبتغانا من اجل ايصال ما نرنو اليه الى مواطننا الكريم لا سيما عن مدينتنا التاريخيه فاهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. شكرا لك دكتور احمد. وشكرا للموصليه التي تعرف بهذا البرنامج بالمراحل التاريخيه وحتى المراحل التي سبق للتاريخ عن الموصل ومنطقتها من حيث الموضع والموقع ثم المفرزات الحضاريه ولا سيما المتعلقه بالعماره. استاذ الكريم بدايه نرجو ان توضح لمشاهدنا الكريم الفرق بين الموضع والموقع كثير ما يتبادر يعني نعم او او يطلق هذا الحقيقه المسمى على الموقع او الموضوع نعم لا سيما في مدينه الموصل عندنا مثلا مدينه الموصل نعم لما نقول انه منطقه الموصل نعم يعني المنطقه الواسعه التي تقع بها مدينه الموصل نعم وهي محافظه نينوى والمنطقة عليها محافظه نينوى نعم اذا محافظه نينوى ككل نعم تسال انه هذا موقع نعم اما وقوع المدينه نعم على الضفه اليمنى لنهر رجل المدينه القديمه في نعم. الساحه في الجهه اليمنى هذا يعتبر الموضع فان الموضع نعم. النقطه حصرا التي تقع فيها المدينه نعم. اما الموقع فهي المنطقه التي تشملها هذه التسميه نعم أستاذ الكريم ارجو ايضا ان توضح لنا تطور مراحل السكن في الموصل ومنطقتها عبر العصور القديمه. طبعا هناك عده عوامل حقيقه ساعدت على نشوء الحضاره والسكن في الموصل ومنطقتها. نعم. والذي تشمل طبعا ضفاف نهر دجله وبنفس الوقت السهول الواسعه التي تشملها هذه المنطقة بالإضافة إلى الهضبة الغربية التي أيضا تعد جزءا من هذه المنطقة فهذه الأرض الواسعة ومناخها وكذلك العوامل المساعدة على النمو والاقتصاد والغيرة كل هذه حقيقة ساعدت على نشوء بوادر الحضارة لدى الإنسان في هذه المنطقة والمخلفات والمكتشفات الأثرية حقيقة دللت على وجود آثار للإنسان آثار حضارية يعني من نتاج الإنسان نقصد نعم. تتراوح ما بين 300 إلى ربع مليون سنة مضت نعم إذا عن طريق مثلا الهراوات الحجرية الفوز الغيرة كلها هذه نشوف أنه بعض إذا هاي دل على أن الإنسان كان في هذه الفمة وهذه شملت العصر الحجري القديم نعم. لأن العصور الحجرية نعم. عادة تقسم ثلاثة أقسام العصر الحجري القديم نعم. والوسيط والحديث نعم. فهذه كلها في تقع ضمن العصر الحجري القديم يعني الذي سبق حتى التاريخ نعم. لأن التاريخ تعد العصور التاريخية منذ اكتشاف الكتابة الكتابة في العراق. نعم أكيد اكتشفت الكتابة في العراق في النصف الأول نعم. من الق... من الألف الرابع قبل, قبل الميلاد, الميلاد في جنوب العراق صح. وبعد بألف سنة يعني في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد نعم استعملت واكتشفت في الشمال يعني في منطقة الموصل نعم. فإذا هذه نشوف كل هذا حديثنا في بدايه الامر في عصور التي العصر الحجر القديم الذي سبق التاريخ. في هذه المنطقه حقيقه كان الانسان يتجول على هيئه افراد لكن كان انه يعيش في الكهوف، اول سكنه كان هي الكهوف. نعم لماذا في الكهوف؟ لعده اسباب لكن في مقدمتها سببين. السبب الاول هذا العصر كان نسميه بالعصور الجليدية نعم يعني تمتاز بالبرودة القارصة صح. فالإنسان ما لا يتمكن أن يتحمل البرد القارص في العراء نعم. فإذا ما ضوقته يلقيه في داخل الكهوف نعم. إلا عندما يحاول أن يجمع بعض قوته ويرجع إلى الكهف نعم. بالإضافة إلى هذا حيوانات كاسرة و مخيفة نعم كالكراديك كالكدان والماموث وما شابه ذلك والديببه فهذه حاقة تحاول اصطياد الانسان نعم. فايضا يخاف هذه الحيوانات فلهذين السببين السبب المناخي والخوف من هذه الحيوانات الكاسره ماذا في يقع في الكهوف وهي نشوف ايضا له في بعض الكهوف خاصه اللي موجوده في العراق كاف وزرزي في السليمانيه نعم كهف شانيدر في اربيل، منطقة صحيح. اربيل. نعم. كهف باراد في منطقة آه في منطقة الموصل، عينينو. يعني إذا هذه أكثر عندنا بعض المخلفات لهذا الإنسان الرسوم الذي رسمها على جدران هذه الكهوف. صح. وعادة أكثرها تشمل حيوانات الذي يخاف منها. نعم. وعادة يحاول أن يرسمها ويضع وبوضع أنه وجه السهام إلى قلبها وإلى أماكن أخرى يعني إلى أماكن قاتلة لأن يعتقد أن هذه الحيوانات إن م. رسمها بهذه الواسطة نعم. فسيتمكن أن يجز عليها عندما يخرج نعم. خارج الكهف نعم. فإذا الإنسان موطنه الأول كان كان الكهف في حدود ثلاثة ثلاثة 300 الف سنة إلى 4 مليون سنة قبل الميلاد قبل الميلاد نعم هذه آه اللي بعدين لما أنه طور نشوف أنه بعد حوالي 15 الف سنة تقريباً وأخذ العصر الحجري القديم انتهى نعم ووصلنا إلى تقريباً العصور الحجرية الأخرى نعم. وعوام المناخ قد تتبدل يعني العصور الجليدية نعم. وصلنا إلى الفترة الدافئة الرابعة نعم. ولا بد هنا يمكن تساؤل يصير ما هي العصور الجليدية الرابعة نعم. وما هي الفترة الدافئة الرابعة نعم. طبعا هذا علماء الآثار نعم. يقولون بأن حدثت أربعة عصور جليدية في العالم في الكرة الأرضية نعم نعم معنى أشنا عصر جليدي يعني نعم. الجليد يزداد عن كميته الطبيعيه نعم نحن عاده الان الجليد يقع في شمال القارات نعم شمال اوروبا اسكندنافيا شمال اسيا سبريا شمال اذا هذه تلاحظ انه كله وسط القارات يكون معتدل معتدل جنوب القارات يكون صحراوي عاده فإن شمال القارات هو جليدي وسط القارات معتدل يعني يساعد على النمو والتنقل و عمل الانسان وحركته وما شابه جنوب القارات صحاري فلما حدث العصر الجليدي الاول يعني كميه الجليد ازدادت من شمال القارات نعم لما يزداد الجليد ويصبح بدرجه درجه انجماد 4% تحت الصفر يصحف فاذا وين يصحف؟ ما يقدر يصحف الى الشمال باعتبار منطقه الصليج الجليدي نعم يسحب الى الوسط الى المنطقه المعتدله صح والمنطقه المعتدله تسحب الى المنطقه التاليه يعني الصحراويه فايش اصبح عندنا في العصر الجليدي الاول وحتى الثاني والثالث في القسم الشمالي من القارات يزداد اكثر تجمدا يصير نعم القسم الوسطي المعتدل يصير متجمد صح القسم الصحراوي أصبح معتدل. معتدل وبهذه العصور نشوف الجزيرة العربية كانت كان كثير من الخيرات وزراعة نعم وما شابه ذلك مع وفرة المياه نشوف أنه كله أعقب العصر الجليدي الأول الثاني نعم وأعقبته الفترة الدافية الثانية نعم والعصر الجليدي الثالث والفترة الدافية الثالثة والعصر الجليدي الرابع رابع. وعقبته الفترة الدافية الرابعة ونحن العالم الآن آه نعيش الكرة في الكرة الأرضية تعيش في الفترة الدافية الرابعة الرابعة نعم إذا في هذه الفترة يعني حوالي قبل 15 ألف سنة الإنسان لما صار فترة دافية يعني عوامل المناخ تغيرت تحت الدفع أخذ يخرج من هذه الكهوف نعم إلى مناطق تكون بعيدة عن نوع ما نسميها عن هذه الكهوف نعم وخاصة بعد ما اكتشف البخار وغيره نعم ويجي الأنهار فشوف أنه عدنا كثير من هذيك لما كان قبل 300 ألف سنة المخلفات الإنسان في العصور الجليدية اكتشفنا أكثر من أربعين مو مقر أثري في هذه المناطق منطقة الموصل نعم. منطقة نينوى الان بعد 15 الف سنه وبعد ان المناخ مال الى الدفء الفتره الدافئه شوف انه اخذ يبني في فصل الصيف يبني الانسان له مستوطنات وقتيه يعني يخرج اليه في فصل الصيف ولما ياتي الشتاء يرجع الى الى الكفن مستوطنات موسميه نعم. ومن هذه المستوطنات الموسميه قرية او ما قرية وإن مستوطنات منفعات الواقعة بالضفة الغربية لنهر الخازر على الطريق الموصل ما بين اربيل والموصل. نعم. شوف انه كلها من المستوطنات. نعم بالاضافة الى نعم مستوطنات اخرى. اذا هذه بالمستوطنات ماذا الانسان؟ جعل انه عمل له حفر كيف يحمي اطفاله؟ أو عائلته يعني ولو كان العائليه بعد الاسر العائليه بعد بسيطه في بدايه الشتاء بالتاكيد انه دوائر حفر دائريه الشكل الارتفاع انه اقل من القامه. نعم. ووضع الحصبه في الارضيه وبعض الحجاره في اجروم من الداخل وسقفها بجذوع النخل وغيرها هذه مثل ما نقول بدايه السكن. يعني بداية البيوت لدى الإنسان نعم هذه المستوطنات الموسمية هذه بعد أيضا بعد خروج الإنسان من هذه الكهوف أيضا بحوالي أربعة آلاف سنة في منطقة الموصل نعم تحولت هذه المستوطنات إلى قرى ثابتة صح إلى قرى ثابتة ومن هذه القرى التي الموجودة في موضع الموصل يا يعني مدينة الموصل ومنطقتها محافظة نينوى عندنا قرية تقع تحت منطقة قليعات نعم في شمال مدينة الموصل عطيفة الغربية لنار اليمنى لنار دجلة عندنا تحت تل قينجق أيضا عندنا قرية عندنا قرية الرفاشية معروفة لدنيا. نعم نعم معروفة للجميع عندنا تحسونة بالقاضية نعم عندنا يا رمتبه في منطقة اللافر، نعم. أم أم الدباغية في منطقة نعم. الحضر، إذا هذه نسميها من القرى هاي المرحلة الأخرى. يعني إذا كان عندنا الكهف نعم. ثم مقرات ثم قرى. نعم نعم. هذا ايه. نوع شون ايه. القرى أدنك هذا النوع شلون هذه القرى. نستأذنك نستأذنك نعم. سيدي الكريم إلى الذهاب إلى فاصل ثم نعود. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود. مشاهدي الكرام اهلا ومرحبا بكم بعوده جديده استاذنا الكريم كنتم قد تحدثتم من خلال حديثكم في قبل الفاصل بان السكن في هذه المنطقه وفي هذا الموضع وفي هذا المكان كان يسبق ايضا نظائره في المنطقه الجنوبيه على الرغم من ان الحضاره اتت من جنوب العراق الى شماله ارجو ايضا توضيح هذه للمشاهد الكريم قبل كل شيء ما نقدر نقول نعم الحضارة جاءت من جنوب العراق إلى شمال العراق نعم بل نعم بالعكس وسكن سبق هذه القرى الزراعية نعم هذه الذي ذكرناها نعم تحت المنطقة القليعات وحسونة نعم والأرقشية نعم أصبحت هي قرى زراعية نقلت الإنسان نعم من مرحلة التنقل الى مرحلة و... الاستقرار. جمع القود الى مرحلة الاستقرار نعم. والسكن نعم القود. نعم واصبح بقى أنه بيوت سكنية وغيرها قسم منها مستطيلة وقسم مربعة وازدادت مساحتها عما كانت عليه من المقرات التي سبقت هذه المرحلة. اما اللي ذكرناه نحن في جنوب العراق الكتابة نعم الكتابة سبقت نعم جنوب العراق قبل الشمال قبل الشمال ما نعم. معنى انه مرتكزات الحضارية بدأ الحضارية بدأت في جنوب العراق وانتقلت للشمال لا بالعكس معظمها من الشمال الجنوب ما عدا الكتابة الذي اكتشفت في جنوب العراق في قبل الشمال بحوالي إذا أستاذ الكريم هنا يبرز لدينا السؤال الآتي وهو آه بدايات السكن والاستقرار في آه هذه المنطقة أو في هذا الموضع نعم فبالتأكيد كما تفضلتم هو كان قبل اي هذه المنطقه تعد من مناطق بلاد وادي نعم. الرافدين نعم وهذا المكان وهذه المنطقه التي كانت تقع في الشمال التي فيها نينوى والموصل نعم. كانت تعد امتداد طبيعي لبلاد وادي الرافدين فاذا آه نحن ايضا بصدد الحديث عن آه بدايه عن التجمعات بالتاكيد لم تكن آه لم يكن فيها طابع سياسي بقدر ما هو كان تجمع سكاني آه نعم. صرف تجمع ديمورافي سكاني يعني نعم يعني بشري نعم نعم هذه حقيقه القرى ايش نسميها قريه وبعدين ننتقل الى المدينه المدينه توجد فرق بين القرية والمدينة من أكيد القرية التجمعات السكنية نعم تخص مجموعة من السكان نعم الذين يتمكنون أن يؤمنوا قوتهم وطعامهم ومتطلباتهم الضرورية من المنطقة القريبة من نعم اللي قريبه منهم يعني لا يذهبون الى مناطق بعيده وغير ذلك كلها هذه قريه المدينه المدينه غير شيء ودكتور العفو يمكن ابو القريه في بعض الاحيان انه نعم. هذه القريه تسكنها مجموعه متجانسه يعني من حيث القربه كان يكون رب اسره كبير نعم نعم مجموعة بعدين نعم نعم ايه. من الناحيه الاجتماعيه نعم نعم الناحيه الاجتماعيه هذه بعض هذه المستوطنات حقيقة نفسها نمت وتطورت وتحولت إلى مدينة نعم نعم قسم منها نعم وبعضها بعض المدن نشأت فيما بعد يعني المناطق اه. اه. لكن بعض هذه مثلا عندنا مستوطنة تباقورة نعم الذي واقع في شمال شرق مدينة الموصل نعم يعني فوق خرصيبات نعم بعض هذه كانت عبارة عن مستوطنة نعم لكن في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد نعم وتحديدا 3500 قبل الميلاد نعم ظهرت المدينه نعم. يعني مميزات المدينه الاولى لدى الانسان ثم بعدئذ تطورت ومن جمله مثلا هذه المدينه نحن قلنا القريه المجموعه البشريه نعم. التي تسكن منطقه معينه وعاده لن, لن تكون تجمع كبير وتؤمن مستلزماتها من المنطقه القريبه المحيطه بها. اكيد. اما المدينه اصبحت اكثر واكثر اتساعا. نعم. واكثر سكانا يعني عدد من السكان. نعم. وبنفس الوقت فيها مميزات. الميزه الاولى انه لازم تكون محصنه. نعم. يعني اصبحت لها حدود نعم. معلومه. ويجب ان تدافع عنها. فاذا كيف الانسان يدافع يعني كانت بوادر الحياه السياسيه دكتور. فاذا كيف يدافع عن الانسان هذه إيه؟ امور احترازيه نعم. ومن جملته نعم. فاذا اول شيء لها اسوار بناء سور نعم اي وحده من الشروط الاخرى بالاضافه نعم. للمدن نعم التحصين يعني التسويره الاسوار المحيطه بها والتبادل التجاري نعم تلاحظ انه نواه أخرى أنه الناحية الدينية أكيد أنه تكون أن تكون أنه المعابد ناحية دينية صح وتعتبر مركز الإنسان في ذلك الوقت المعتقدات أكيد, أكيد. حتى ب... بدأت الناحية الدينية أه. والاعتقاد بالعالم الآخر منذ أن كان الإنسان في العصور الحجرية السابقة لتاريخ أه. يعني قبل أكثر من ربع مليون سنة مثلا كبشة أه. وجدنا بعض القبور أه. تحت راس الموتى كان يعني دفنوا معهم نوع من الازهار اذا هذا كان هذا مثل ما اقول الاخر في المدينه شرط الاخر ناحيه اجتماعيه انه كان التنظيم القبلي القبيله هو الذي شيخ القبيله وغيره هو الذي مسؤول عن النواحي الاداريه السياسيه ما نسميه نعم. بالوقت الحاضر سياسيه وغيره نعم نعم هذا ايضا من السمات الاخرى ان اكو قاعه مكان الاجتماعات عند بوابه هذه المدينه نعم شرط آخر بالاضافه الى هذا يتقدم المدن عاده المدينه حظيره للمزارعين وللمواشي لبان كل هذه الموجود فهذه هذه كلها متطلبات المدينه في ذلك الوقت وهذه تجعلنا نفرق نقول هذه مدينه وهذه قريه القرية نعم. إذا هذه كانت الحقيقة بداية المدن وبدأت في شمال العراق في قنا في موقع أو في مستوطنة تبقورة تب الذي واقع شمال شرق مدينة الموصل نعم. يعني شمال خرصيباط نعم دكتور الحقيقة المصادر التاريخية لم تسعفنا عن تاريخ أو التاريخ التقريبي لوجود مدينة الموصل نعم. وبالتأكيد كانت مدينة الموصل موجودة حتى قبل الدولة الآشورية يعني أرجو أن تميط اللثام وتوضح لمشاهدنا دكتور الكريم دكتور أحمد نعم لازم أن نعرج نعم على بعض المدن التي وجدت في منطقة الموصل وليس موضوع الموصل نعم, نعم. منطقة الموصل نعم قبل الإسلام أكيد يعني المدن الآشورية أكيد يعني ما طرقنا عليها يعني عدنا م. كمدن في العصور التاريخيه نعم القديمه لان العصر الاشوري هو دخل التاريخية في التاريخيه نعم دخل العصور التاريخيه والحضاريه نشات مدن عدنا عدنا مدينه آه النمرود النمر الذي نطلق نعم عليه النمرود وهي كالح, كالح الذي كان في بدايه الامر احدى المستوطنات في الألف 1000 الرابع قبل الميلاد نعم وتطورت الى مدينه وبعدين لما جاء الملك اشور ناصر بال الثاني الذي حكم ما بين 883 الى 859 قبل الميلاد نعم طوره وغيره وكله فتتاح كعاصمه اصبحت متقدمة للدوله الاشوري هذا بالعصر الاشوري الحديث نعم المدينه الاخرى عدنا نينوى نينوى نعم لا حتى قبل نينوى نينوى تلاحظ خرصيباط نعم ادور شروكين نعم الذي بناه سرجون الاشوري صح الذي حكم ما بين 721 الى 705 قبل الميلاد صح وبناها لكن من توفى ابن سنحاريب رجع الى نينوى رجع نعم اذا انه مثل ما تركت نعم سنحاريب الذي حكم ما بين 705 نعم الى 681 قبل الميلاد جاء الى نينوى ووسع نينوى وجميع ما موجود الاثار من الاثار الاشوريه في نينوى كان تعود الى عصر اكثرها الى عصر هذا الملك دكتور حتى المشاريع حتى المشاريع الاروائيه كانت في زمنه نهر الخوصر الذي جلب نعم المياه نعم من نهر الكومل وفعلا لان المياه نعم. تعد ايضا من الاسباب اكيد الذي يجب ان تؤمن الماء لهذه المدن نعم يعني مثلا كالح نعم شوف انه اشو ناصر بال سحب من الخازر او من ال الزاب نعم قناة جاء المياه إلى كالح نعم نينوى شوف أنه نهر الخرصيباط نعم أيضا كله بعد أنه وعدنا جاء طبعا اذا هذه قضيه نين نين وحقيقه اول ما اتخذها الام الاشوريون شوريون كعاصمه واصبحت لا. مدينه لها كبيره نعم هو تجلت بلازر الاول نعم بسنه 1115 الى 1077 نعم. سبع سبع قبل, قبل الميلاد. نعم هذه كانت كلها لكن آه آه دكتور يمكن بنفس احد تجلات بلازر الاول يعني نعم. في عام 1080 ايضا تم تسوير مدينة الموصل في جانبها الايمن اللي هي منطقة تل قليعات كان ايضا لاغراض التجارة والدفاع هذه هذيك طبعا عصر نفس العصر اي نعم تجلت لا تجلت بعد عصر تجلت بنفس بعد سرجون نعم اقول عصر سنحاريب نعم سورة اصبحت قلعة يعني نعم بنيت قلعة قلعة نعم في منطقة تل قليعات الآن نعم ولأن سمت قليعات نسبة القلعة نعم في القسوة الشمالي من الموصل الذي يحتضن نعم الضفه اليمنى لنهر دجله نعم هذا الذي كله نعم فاذا نجي بعدئذ الى سؤالك نعم قبل استدراكي يعني ايه التعرض ايه ايه الى نعم المدن الاشوريه ايه شوف انه مدينه الموصل بعض يتصور انه ما كانت موجوده عباره عن قلعه نعم كان برج كم شوية أنه هذا لحمايتنا ليح... 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 نعم ما هذا كان لا المؤرخون كالطبري والمسعودي وبن قردادبة والصخري وغيرها نعم كل مدينة كانت لما جاء الفتح الإسلامي نعم سنة 16 هجرية نعم وسبعة 637 للميلاد نعم. كانت مدينة فيها محلات عامرة تعرف المحل تطلق على السكن منطقة سكنية محلات للنصارى المسيحيين صح محله لليهود تمام محله حتى للفرس للفرس نعم لان اردشير نعم لما اسقط الدوله الفرثيه ايه عام 2024 ميلاديه واسس الدوله الساسانيه جاء طبعا العراق والموصل احتلها فتره معينه من الزمن وحتى غير اسم الموصل بين يعني أردشير مدينة أردشير الجديدة نعم طلع بذاك الوقت جلب جالية أيضا فارسية في هذا أصبحت في منطقة الميدان الذي نسميه نعم نعم اي 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 فإذا كانت أنه موجودة هذه في العصور الإسلامية نعم الذي يذكرها المؤرخون نعم, نعم وقبل ذلك يحدثنا الآثار المتقاطعة الأثرية أنها كانت قرية زراعية تحت اقليعات في الالف السادس قبل الميلاد فاذا هذه يبنى العمق الحضاري لمدينه الموصل كموضع للموصل وغيرها ما مثل ما كثير يخلطون واحد يقول موجوده ولا ما موجوده لا. نحن موجودة نعم يعني نتكلم بالادله الماديه المقنعه انت ادق مارك. ادق حتى نحن, نحن نختلف نعم. عن المؤرخ نعم. اكيد المؤرخ يقول اظن اعتقد, أعتقد نعم يرجح نعم لكن لا نحن لا هذا كذا هذا كذا لما نجي نشوف دلالة قطعية وجود مادة نعم نجي أنه فخار مصنوع ومميزاته تعود إلى ألف السادس قبل الميلاد نعم, نعم إذا هذه منطقة كانت زراعية من ألف السادس كانت قرية زراعية نعم دكتور حقيقة أنا بهذا اللقاء بودي ولو يمكن شوي راح نخرج عن الموضوع عندنا الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم نعم في ادنى الارض ومن غلبهم سيغلبون في بضع سنين. سنين نعم كثير من الناس نعم يعتقد بأن هذه المعركه الحقيقه وقعت خارج خارج هذه المنطقه يعني يعتقدون في منطقه في الميت. البحر الميت في الاردن بس بس اعتذر السبر. منك الحقيقه نذهب نعم. الى فاصل ثم نعود لنكمل هذا الحقيقه الحديث حتى نوضحها إيه. أعقب إيه؟ على اعقب بعد الفاصل على ان شاء الله هذا الموضوع مشاهدينا أيوه الكرام فاصل قصير ثم نعود مشاهدي الكرام عوده جديده فاهلا ومرحبا بكم وبضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة اهلا سيدي الكريم سيدي سيد سيد الكريم قبل الفاصل تلبت لك هذه نعم الايه وارجو ان توضح للناس لأن ليها لحد هذه المرحله هناك اعتقاد بان هذه المعركه وقعت خارج هذه المنطقه بينما انتم نعم من يوضح لنا هذا طبعا الجواب هذا كان حقيقه نشرته في موقعي نعم الالكتروني ان المفسرين قالوا انه هذه المعركه وقعت في بحر الميت نعم استنادا الى انه في ادنى الارض، ادنى الأرض يعني منطقه منخفضه منخفضه نعم فاعتبروا ادنى الارض انه بحر الميت منطقه منخفضه اذا هناك لن يحدثنا التاريخ نعم ان الرومان دارت معارك طاحنه مع اقوام اخرى في هذه المنطقة هذه هذا أولا أولا نعم اثنين بعد ما أردشير أسقط الدولة الفرثية نعم وأسس الدولة سماها الساسانية نسبة إلى جدة اسمه ساسان ساسان نعم كان رجل دين في بيت نعم. في بيت النار نعم فسمى بالدولة الساسانية نعم فهؤلاء كان في ذلك القوتين من الغرب نعم الدولة الرومانية البيزنطية، البيزنطيين هذيك نعم 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 من الشرق الفرس الساسانيين، أقول نعم من الغرب نعم من, نعم الشمال ايه ايه من الشمال من ايه الشمال الروم البيزنطيين، نعم من الجنوب الفرس الساسانيين نعم وحدثت معارك طاحنة تاريخيا نعم منذ الألف السادس وقبل الألف السابع قبل بين الجهتين معارك نعم. طاحنة نعم طبعا تقاسم النفوذ نعم مثل نعم. ما نجد في الوقت الحاضر نعم الدول فإذا معارك طاحنة وكلها كان يخسر فيها الروم نعم حتى الفرس الساساني وصلوا إلى طبرية صح إلى سواحل سواحل البحر المتوسط تمام والروم على طول كان ينهزمون بسنة 628 نعم. ميلادية نعم نظم الفرس الفا نظم البيزنطيون. الرومان البيزنطيين امورهم وقوتهم وقادهم هرقل بمعركة حاسمة مع الفرس وانزلت هزيمه كبيرة ومنكرة بالفرس نعم أساسانيين. لكن بعد ما بقوا كثيرا في الموسم الى يعني اثر الفتح الاسلامي من نعم عجلهم المسلمون سنه 637 نعم, نعم. فاذا هذه هي الذي يقول ولذا نجي ايضا هذه ايضا تعتبر الأرض. منطقه ادنى الارقام أحسنتم ليش. لان مناطق أحسنتم الشرقيه دكتور أي نعم. والشماليه نعم. كلها مناطق جبليه عاليه آه نعم هذه منطقه منخفضه نعم نعم فاذا هذه يعني شهر نينوى الان دكتور فاذا طبوغرافيا نعم واثريا نعم وجغرافيا انه هذه المعارك التي اشار اليها عليها اليها القران الكريم وقعت في منطقه هنا بين عظمه الاسلام يعني الحقيقه و... نعم آه دكتور آه الحقيقه ايضا بدنا نتوجه لحضرتك آه مراحل آه الاستيطانيه وتطورها في آه هذه المنطقه خلال هذه العصور اللي تحدثتم عنها اي منطقه؟ يعني منطقة قليعات تل ومنطقة الموصل اللي الآن نقول عليها مدرسة نعم منطقة يعني الموصل القديمة عن... نعم لأنها دخلتنا للعصور الإسلامية ال... لا لا قبل العصور الإسلامية، يعني حصل أيضاً ف... فجوة انقطاع حضاري كبير يعني نعم، نافت يعني... عن الألف عام طبعاً اه... انقطاع انحسار نسميه حضاري اه... نعم اه... لأن بعد ما سقطت نعم نينوى قبل كل شيء نعم كانت دولة كبيرة جداً وامبراطورية كبيرة اه... اه... نعم فمثل ما قلت اتلف الميديين والكلديين نعم لاسقاط مدينه نينوى صح قوتين قوه واحده نعم فاسقطوا قبل كل شيء مدينه كالح صح اللي نسميها النمرود النمرود وكان ذلك وكانت المنطقه المدينه العسكريه دكتور كانت هذيك نعم 614 قبل قبل الميلاد قبل نينوه, قبل الميلاد. قبل نينوة نعم. بسنتين نعم نعم وبعدين انزحفوا الى مدينه الم... نينوى نعم واسقطوها بعد سنتين نعم. وحقيقة كيف يقال أنه ظروف الطبيعية نعم. ساعدت الغزاة صح. بإسقاط وليش نعم. من جهة الشرقية وراح يمكن نتكلم بعد أيضا عن تخطيط المدن نعم. يمكن بحلقة أخرى نعم. نهر الخوسر نعم. ضاف يعني فاض فاض نعم فالمياه قامت انه هدمت قسم جرفت قسم من السور وخاصة ومن الشدود. من القسم الذي موجود عند بواب الشمس نعم فأحدث ثغرة تمام هاي الثغرة دخل منها نفذ منها الأعداء نعم وأسقطوا نينوى حقيقة وأحرقوها نعم حتى نحن هيئة الآثار بما بجامعة الموصل كلية الآداب وقتها نعم كان برئاسة المرحوم عامر سليمان الله يرحمه عامر نعم. سليمان الله يرحمه لاحظ هاي بوابة أدد نعم هي نفسها هي الاثار اللي بجامعه الموصل اكتشفتها صح بوابه هدد يعني بوابه اله العالم السفلي ادد نعم لدى الاشوريين شفنا تلاحظ هيكل عظمي نعم فوق على فوق القوس وراسه الى الاعلى ورجله معلقه ب السور بالسور, بالسور نعم. جزء نعم. من السور نعم. وسهم موجود في صدره في صدره يعني دل من تلك المعركه أي. وغيرك اكيد اكيد تلك المعركه وطبعا دائما دكتور يعني الاقوام الذين غزوا هذه مناطقنا كانوا اقل منا تحضر بدليل, بدليل ان الميديين لم يستطيعوا ان ان يسدوا الفراغ السياسي وحتى الفراغ الاجتماعي في هذه المنطقه بل دمروها وتركوها. نحن لما نقول نعم العراق بلد الحضارات نعم قبل قبل آلاف سنه بلد الحضارات العالم وسائل الاعلام نعم. الرسميه وحتى الشعبيه والهذا يتكلمون انا هذا ما يكفي لا يجي الاخر يقول لك كيف ايه. اثبت لي نعم. انا اثبت له اقول له لان الكتابه اكتشفت نعم. في العراق قبل اكتشافها في مصر نعم. في وادي النيل نعم. الكتابه المسماريه وين اكتشفت في العراق قبل ما اكتشفت الكتابه الهيروغليفيه في مصر. في مصر أكيد. للعلم الهيروغليفيه ثلاثه انواع. نعم. نحن تعلمنا انه الكتابه الهيروغليفيه في مصر. هي نعم. ثلاثه انواع. نعم. الديموطيقية والهيراطيقية والهيروغليفية. ايه. وقسم منها متخصصة برجال الدين فقط. اه. اما هذه الهيروغليفية عامة. نعم. للكل وغير كله. بنفس الوقت الفخار نعم كثير يقول لك يعني انا لما بنيت في حي المثنى نعم وانتقلت من منطقه شار السوق جلبت مما مما جلبته معي حب كي صح كوز للميامه حب من الفخار نعم قالوا لي يا دكتور ايش <applause> هذا الحب <غير تصفيق> لهم هذا اول <applause> شيء من الناحيه الصحيه ايه يعني كله أنه ترشيح وغيره كله تصفية تمام ما يراد أخلي في ذلك الوقت قبل الكلوري لا لا, لا شابك أي نعم, نعم من ناحية البيئية أنه كله حرارة معتدلة مثل لذيذ الجسم ما طلع متجمد من الموزة ايه وانا جا جا حرارتي سبعة نعم ايه وصير عند اشكالات أكيد يوم من الأيام أنا ما كنت موجود بالخارج في احد المؤتمرات جيت في أنه كسرول كبار لكن زدتوها براس الزهر قالوا والله الكبار الزهر هذا وقد وكسروا الحب نعم <applause> <applause> هذا الفخار <تصفيق> <تصفيق> نعم كشف يعتبر في ذلك الوقت حتى يسمى عصر الفخار عصر نعم. كان جاس جاس احسن من الكمبيوتر ما ساعد عنا نعم نعم اختراع الكمبيوتر نعم بعد كان اهم ليش؟ نعم. جعل الانسان يتنقل كان قبل ما يقدر يتنقل <applause> ما يقدر يحمل ماء مع ماء نعم نعم ما يقدر يحمل طعام صح لما اكتشف الفخار نعم قام يحمل انه متاع وغيره يكفي لمده شهر كامل أكيد. كان قبل ما يقدر يومين اكيد هذا الشهر الكامل اكتشف كثير من الامور نبأت الانسان قام يلاحظ الشمس نعم ويلاحظ القمر ويلاحظ هذه المزروعات كيف المنطقه لما مشمسه يكون الحبوب وغيرها تكون انه جيده نعم المنطقه المظلله بها ظن تكون ضعيفة نعم. اكتشفوا أنه هذه الحيوانات هذا يمكن يدجن هذا الحيوان بينما هذا الآخر لا يتمكن من أكي أكيد, أكيد هذا إذا هذه الشاشة وفكر بهذا الكون كيف صار هذا الكون تمام. قام يفكر بقصة الخليقة نعم. بالنواحي الدينية نعم. بالنواحي البيئية نعم إذا المركزات الحضارية كان نعم أساس هذا الفخار لولا انتقال إنسان من الكوفة وغيرها إلى العراء لفتره طويله وسبب الفخار نعم لما اكتشف كثير من هذه المرتكزات الحضارية اكيد الحضاري. فاذا تلاحظ هاي اهميه الفخار البعض يقول لك الان شنو هاي قعوف وغيره كلها تمام فانا الان انه من جمله ما اعشقها ساعات عندي شربه قله من الفخار قله نعم اشرب واحد من هاي الثلاجه اكيد اكيد ولا وسع يقول لك هذا احمد قاسم براد بكل <applause> كل شيء نعم دكتور يعني الحقيقه هذه المنطقه ايضا آه كان بها من المرتكزات التي جعل فيها الاستيطان آه ممكن. آه وهي ايضا كما تفضلتم آه جانب الزراعه يعني لأن كان هناك وفره في المياه، آه اعتدال في المناخ، ايضا كان هناك آه صح دكتور ايه ايه اول شيء اول شيء بها نهر دجله اه نعم وهذا الذي موجود نعم نعم نهر دجله الخالد هذه ايه اه مور المياه نعم ايه اثنين سهول خصبه صالحه للزراعه. نعم نعم. يعني الى الان تعتبر نعم العراق تعد الموصل سله سله الغذاء للعراق. احسنتم, أحسنتم سله حتى على الزراعه الديميه ما بس السياحيه نعم نعم. اثنين ثلاثه نشوف انه الهضبه الغربيه. نعم. فاذا تنوع منطقه شبه جبليه بالشمالة نعم. جبليه وتلال وغيرها. منطقه سهليه. منطقه قصبة المتموجة منطقه ما ماذا؟ اذا اختلاف المواد نعم اختلاف المناخ نعم واختلاف تضاريش الارض نعم وما تحتويه هذه الارض من نعم مواد نعم جعلت تختلف من الانتاج الزراعي نعم يعني اصبح بها نتاج زراعي متكامل محاصيل شتويه نعم, نعم محاصيل صيفيه ولهذا نشوف المؤرخون يريدون بان الموصل نعم في العصور الاسلاميه حتى قبل القديمه نعم كانت تمير بغداد نعم اربعه اشهر من كل عام الله يعني تعيش بغداد بغداد ثلث السنه نعم بتعيش المواد الغذائيه اللي بغداد بغداد نعم كانت تذهب عن طريق الاكلاك ونعم سبب ايش؟ نعم. الاسباب هم. انه الموقع والمناخ نعم. والطبوغرافيا اه وغيرها والمواد دكتور اثريتمونا وافضتم أه نشكركم جزيلا شكرنا والان اترك لك الحديث في كلمة أخيرة والله الكلمة الأخيرة يعني والوقت الذي يعني سررت في الولوج بالتاريخ وعصور ما قبل التاريخ نعم والمميزات الحضارية لهذه المدينة أو هذه المنطقة المدينة نعم. مصر ومنطقتها محافظة نينوى نعم والتي أمدت بعض المركزات الحضارية المناطق الاخرى من العالم خاصه نعم قضيه اكتشاف الزراعه نعم وتجلين الحيوان واكتشاف الكتابه وغيره. اتالم الى وضعنا في الوقت الحاضر الذي اصبحنا في الوقت الذي كنا نمد الغذاء ونزود الغذاء نعم الى اخرين وكما ذكرتم بغداد كمثال على ذلك نعم الان نحن نستورد الطماطم من ايران ونستورد اللبن من تركيا هذه أنا للأسف مصيبة للا والسبب إيه. لأن أنه معظم ما جاءنا بعد هذا التبديل نعم. من السياسة اللي حدث في العراق بعد نعم. الاحتلال نعم. جاءنا جماعة لا يحكمون لا يخدمون الشعب وإنما يحكمون نعم. نعم. وجماعة يفكرون بجيوبهم قبل التفكير قبل... بشعوبهم. نعم نعم وهذه الطامه الكبرى أرجو الله أن يهدي الجميع. اللهم آمين. لصالح هذا اللهم الوطن ولصالح هذا المجتمع العراقي. اللهم آمين. أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة أستاذ الآثار الإسلامية نشكر لكم حضوركم هذا وأيضاً نشكركم لما أبديتموه من معلومات قيمة. مشاهدينا الكرام لم يبقى لنا الا ان نودعكم على امل اللقاء بكم في لقاء جديد وحلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم مدينه وتاريخ الى ذلك الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.